السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناة iGraduate. إذا اليوم راح نشوفوا مع بعض نوفيل فيديو كي هي لا بروميير في لا سيري الخاصة بكيفية جمع وتنظيم وإدارة المراجع باستعمال برنامج خاص يسمى ببرنامج زوتيرو. إذا راك جديد معنا وعجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة لتقديم المزيد لكم. بالنسبة لبرامج إدارة المراجع هي عبارة عن برامج تمكن الباحث أو الطالب من التعامل مع كم هائل من المراجع وإدارتها وأيضا الاقتباس منها وبناء المكتبات الشخصية وتنظيمها بالإضافة إلى التعامل مع أنماط مختلفة للمراجع يعني كتب مقالات مذكرات أطروحات إلى آخره. وهذه البرامج كاين منها بزاف منها مثلا مندلي ايضا كاين اند نوت وايضا زوتيرو. انا شخصيا استعملت زوتيرو وفادني بزاف اثناء كتابه المقالات العلميه اللي درتها وايضا اثناء كتابه اطروحه الدكتوراه. هذا البرنامج هذا يتميز بعدة خصائص منها أنه يسمح بالبحث عن المصادر والمراجع في فهارس المكتبات المختلفة، أيضا يوفر الوقت والجهد للباحث بحيث كاين بزاف ليزيتيديون وأيضا الباحثين اللي في لافان تاع الكتيبة يروحوا فقط يديروا كوبي كولي في قائمة المراجع وهنايا راح تتعب بزاف وايضا راح توقع في الخطا لانه ممكن تكون نسيت مرجع كنت كاتبه في النص وما كتبتوش في قائمه المراجع ولا العكس يعني مرجع موجود في قائمه المراجع وغير موجود في النص وهذا الشيء هذا ينقص من قيمه العمل ديالك. ايضا هذا البرنامج يساعد في ترتيب وحفظ المراجع ويمكن من اختيار نمط عرض المراجع لانه هنا كاين مجموعه من الانماط التي يمكن الاختيار منها حسب الحاجه. كما يمكن هذا البرنامج من الاحتفاظ بجميع المراجع في مكان واحد ويسهل ادراجها في برامج معالجه النصوص كبرنامج MS Word. اول حاجه نديروها هي تحميل هذا البرنامج في لورديناتور ديالك. دونك كي ديروا تيليشارجمون تخرج لكم هاد لاباج. هاد لاباج فيها يعني جهتين هاد الجهه وهاد الجهه. دونك هنا راح تيليشارجي زوتيرو 5 بوغ ويندوز وتقدر بيان سور تصيب دي فيرسيون بوغ ماك ولا لينكس. دونك هنا رايحين نتيليشارجيو زوتيرو الخاص بسطح المكتب يعني راح تفتحه كأي لوجيسيال موجود عندك في لورديناتور ديالك. وهاد الجهة هادية فيها باش تيليشارجي زوتيرو كونيكتور يعني ليكستونسيون اللي تسمح لك انك تنغوجيستخي هاد المراجع في زوتيرو انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من المتصفح ديالك كسوسوا كروم ولا ايضا فايرفوكس ولا ايضا سافاري. دونك هنايا نديرو داونلود. دونك فوالا هاوليك لونجيسترمون تاع زوتيرو. بعد ما يكمل تيليشارجمون اون اوفرير بيان سور لو فيشي ديالنا ونديرو لانستالاسيون تاعو عادي دونك كأي برنامج على سطح المكتب. فوالا دونك نديرو نيكست. فوالا هنا لانه عندي ديجا زوتيرو مقبل في لورديناتور ديالي دونك سي با لا بين نعاود ندير لو انستالاسيون. ندير كانسل وي. بعد ما درت التثبيت تاع البرنامج في لورديناتور ديالي راح نعاود نرجع لو سيت تاع zotero.org وهنا راح ندير لانستالاسيون تاع زوتيرو كونيكتور يعني هاد ليكستونسيون رايحه تعاوني بزاف في جمع المراجع انطلاقا من المتصفح تاع كروم. دونك ندير انستالي كروم كونيكتور خرج لي هاد لاباج وفي هاد لاباج ندير اجوتي ليكستونسيون. دونك ندير اجوتي ليكستونسيون رايحه هاد ليكستونسيون الفا تاتر تيليشارجي ومن بعد رايحه تضاف في المتصفح. بعد ما نفتحوا البرنامج تخرج لنا الواجهه ديالو كيما هكذا. دونك بالنسبه للواجهه مقسمه الى ثلاثه اعمده. دونك هذا العمود الاول
هذا العمود الثاني وهذا العمود الثالث. بالنسبة للعمود الأول هنا وين تظهر لك حسابات والمجموعات الخاصة بمختلف المراجع ديالك. دونك هنايا عادة ما نستعملو مكتبة واحدة تحتوي على عدة مجموعات. مثلا نحب هنا نضيف مجموعة، هذه المجموعة خاصة مثلا بكتابة الأطروحة، باغيزومبل نكتب تاز لا، ولا ايضا مجموعه اخرى خاصه بكتابه مثلا مقال معين، دونك ارتيكل الى اخره. وهنا بالنسبه للعمود الثاني، في هذا العمود يحتوي على مختلف المراجع لكل مكتبه او مجموعه. مثلا هنا ارتيكل 1 يخرج لك كامل المراجع الموجودين في هذا المجموعه، وايضا اذا درت تاس تخرج لك كامل المراجع الموجودين هنايا. بالنسبه للعمود الثالث هو خاص بالمعلومات لكل مقال ولا لكل مرجع. دونك انا مادام ما عندي حتى مرجع، دونك هاد الجهه وهاد الجهه راهم فارغين. مي اون فوا نبدا نحط في المراجع بيان سور هنايا تتعمر، وهنا ايضا يظهر المعلومات الخاصه بكل مرجع. بعد ما درت تثبيت تاع البرنامج في لورديناتور ديالي راح يخرج لي اوتوماتيكمون ان اونغلي خاص بزوتيرو في الوورد ديالي. دونك هاوليك لونغلي زوتيرو، عندما نكليكي عليه يخرجوا لي هاد لي زوبسيون اللي نقدر نستعملهم اثناء الكتابه. هاد لي زوبسيون شنو هما؟ عندنا لا بروميير دي شوز اد ولا اديت سيتاسيون، يعني هنا نضيف اقتباس داخل النص ديالي. عندنا ايضا ثاني ميزة اد ولا اديت بيبليوغرافي، يعني هنايا هذه نستعملها في الاخير اثناء كتابة ولا اضافة قائمة المراجع. هنا عندي دوكيمون بريفيرونس، يعني هنا لي بريفيرونس تاع لو دوكيمون ديالكم، يعني نختاروا لو ستيل اللي رايح يطبق على كامل الكتابه ديالكم، كوسوا داخل النص ولا ايضا اثناء كتابه قائمه المراجع. دونك هاد لونغلي هذا راح يعاونكم بزاف اثناء الكتابه. كانت هذه مقدمة خاصة حول برنامج زوتيرو. إذا كان عندكم أسئلة أو استفسارات تقدروا تحطوها لي في لي كومونتير، كوزو سوا فلاشين ولا أيضا في الجروب ولا في الصفحة الخاصة بآي جراديويت. راح يكون أيضا في القريب العاجل العديد من الفيديوهات بحول الله حول برنامج زوتيرو وكيفية استعماله أثناء الكتابة العلمية، كسوسوا كي نكتبوا مقالات علمية ولا حتى مذكرات أو أطروحات. إذا عجبكم المحتوى ما تنساش تدعمونا بالاشتراك ديالكم لنقدم المزيد لكم. سلام.